في إطار الجسر الإغاثي المستمر لدعم لبنان الشقيق، وصلت اليوم طائرتان من القوة الجوية الكويتية محملتان ب 75 طنا من المساعدات للمتضررين جراء كارثة مرفأ بيروت. نعم حسن، تأتي هاتين الرحلتين وهما الرابعة والخامسة بالتنسيق مع وزارة الصحة وكذلك جمعية الهلال الأحمر الكويتي، نتابع وإياكم. يتواصل الجسر الجوي بين دولة الكويت مركز العمل الإنساني ولبنان، حيث وصلت طائرتان من دولة الكويت، الأولى قدمتها الحكومة الكويتية لتصل بعدها طائرة أخرى من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك بتوجيهات سامية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح حفظه الله، للوقوف بجانب الشعب اللبناني وإغاثته ودعم الصليب الأحمر اللبناني جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت. يكتم الوصول 5 طائرات إغاثية محملة بمعونات طبية صحية استشفائية وقائية، بالإضافة إلى شحنات غذائية تأتي دعما ومساندة للجمهورية اللبنانية الشقيقة في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق. من قبل الهلال الأحمر الكويتي مقدمة من دولة الكويت إلى شعب لبنان الشقيق، نقوم باستلام هذه المواد بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في لبنان، ومن ثم التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني بهدف توزيع هذه المساعدات إلى المستشفيات وإلى مستحقيها من المواطنين اللبنانيين. ممثل قائد الجيش اللبناني وجه أسمى التحيات والتشكرات لقائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولأيادي الخير الكويتية من أجل نشر تعاليم الإنسانية في أي زمان وكل مكان. فكيف إذا كانت عاصمة لبنان مدينة منكوبة؟ باسم قائد الجيش نتشكر دولة الكويت اللي وقفت إلى جانب لبنان بهذه الكارثة اللي حلت فيه، وقدمت هالجسر الجوي المتواصل من المساعدات والدعم للبنان وللجيش اللبناني ولمؤسسات تانية. جدير بالذكر أن دولة الكويت مستمرة في إهداءاتها للمستلزمات الطبية والتعقيمية والغذائية للبنان يوميا عبر الجسر الجوي الإنساني بين الدولتين الشقيقتين. يتواصل الجسر الجوي بين دولة الكويت ولبنان على أمل أن ينعم بالسلام ويعم الأمن والأمان. مريم حموي، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.